السلام عليكم اصدقائي، عقرا عام فيديوهات القصيرة، رجعناكم فيديو جديد. اليوم اصدقائي بدي احكيكم ليش اكو ناس اصدقائي بعض الزبائن بصورة عامة يجوا لي المحل مثلا يريد من عندي فشغلة معينة يعامل عليها مثلا يده مال الاكس بوكس 360 مثلا 25 او يده مال الاكس بوكس من واير مثلا 15 مثلا هي سعره، فيدري هاي سعره اصدقائي مثلا باقي المحلات يبيعوها اغلى من عندي. حتى مره واحد جالي قال لي ترى مكتبه الاكس بوكس يبيعها على 30 يا يده، ذيك اللوك يبيعها على 20 يدري بيها اسعارهم اغلى من عندي فد 1000 2000 5 فرق زي المفروض انت لما تجي تلقى محل قريب عليك وتلقاه السعر ارخص من اسعار المحلات البقيه مفروض كيف يجي على شيء. هم راح تدفع كراوي تروح الباب الشرجة او تروح لفلان محل وهم مدوا خلاصك تجي راسا المحلي وتشتري من عندي ونفس الوقت تستفاد فرق 5 انت لا تجيني ما على نقص ثم اذا كم ايش ما تقولون بيها مجال فلان شي مثلا هو قال لك 30 شو تقدر تقول له؟ ما تقدر تقول له اي شيء لان هو 30 وايد ايش قد ما تنقص هو اصلا ما ينقص لك ربع. وانا اللي اقول لك 25 من قاعد منقص لك 5 يعني محاسبك اياه بارخص من عدو 5000 كان اقدر اقول لك 30 وما تقول لي بيها مجال اقول لك 25 بس انا قدامك قايل لك 25 من السعر مالته فما اعرف ليش بعد نقص بعد. وجمال اصدقائي سوى من نيه مثلا من شغلتين يا اما مثلا يقولوا لي انت احنا معاميلك وهم مره مشتري من عندي انا مسولف فيها قبل بس مثال احكي لك معاميل المعميل اصدقائي لازم اقل شيء كلمه معميل تنطق على الشخص اللي مثلا يشتري من عندي فد 30 40 مره 20 مره 10 مرات عمي 5 مرات اقل شيء منفعني مرتين هم يخالف. لان شخص اول مره تجي لي المحل وما مشتري من عندي ولا مره شلون تصير معميلك؟ قلت له انت مشتري من عندي هاي اول مره جاي لي المحل شلون صرت معميلي؟ قال لي لا مو انا من غادة حصل معميلك وهم كذب حتى لو ابيع لي اياه بالسعر اللي هو رايده بعد ما اشوفه بعد 15 سنه ما اشوفه واكو ناس يضمنون سعر معين على مدة هم ما يجي يشتري مثلا يقول له يده ايده ب 20 مثلا فلان شيء ايده ب 20 ايده 15 ايده فلان فما يجي يشتري حتى لو تقول له يجي سعر ما يجي يشتري خاف يوم يجي يشتري عم يجي لي يقول لي انت ايش ما جيت لي مثل ما واحد مره اصدقائي قال لي هذا يده ب 20 انا قبيته بوقتها لان كان اسعارنا ارخص بوقتها جالي ورا فتره ورا شهرين ثلاثه قال لي انت انا قبل شهرين جيت لك انت قلت لي ب 20 قلت له لا هو سعره 25 زاد سعره غلا لا مو انت 20 قايل لي مو شنو قلت له لا هو سعره 25 بعد صاير سعر مشكور وراح. فاكو ناس يلزمون سعر معين على مو شنو اذا عجبه فد يوم يشتري من عندي اذا فد يوم قطع عقله ويشتري من عندي يدري بين مثلا علاوي خلي يروح للمحل الكترونيات يشتري من عنده احسن له ف والجهاز اصدقائي يوم باحه بعد جهازك اكس بوكس 360 سوبر سليم انا جيت عارضه 165 انا مسولف لكم بي يعني يشغل اقراص وكرتونه وياي وكل شيء شكل غلطه كامله ويا يده واحده واير طويله بس 3 امتار ما 5 امتار طوله طويل ف ويا هارد بي فوق ال 180 لعبه واير اتش دي ومحوله جديده فالمهم قال لي اريدك اريدك بعد تعطيني يده ثانيه قلت له لا ما يصرف لي اعطيك يده ثانيه الا تشتريها بفلوس قال لي انا حاليا ما عندي فلوس قال لي اريدها ب 100 انا قلت له ب 150 نهايته المهم قال لي اريدها ب 150 قلت له لا غزال قلت له اريده ب 150 وقال لي لا اريده 140 ما شنو انا ما قبلت قلت له انا ابو المحل ابوي محل منه ابويا هو نفسه اي شيء قلت له ما يصرف لي هو ما يقبل ابويا ابو المحل ف قال لي لا عاد عمي 145 ما شنو هاي بالقوه قنعني قبلت ثاني لان اصدقائي لاحق لاحظت شغله اذا انت جالك معميل زبون مثلا وانت متلهف على الشراء له او بيع له راح يستغلك بهالحاله يعني مثلا اذا جاء لي واحد السلام عليكم وعليكم السلام بيش اليد ب 25 لا ما تفيني هيك السعر اخذها ب 23 ها ما يشوفني انا لا عليها اذا يشتري من عنده يقوم يظل ينقص وما يعجبه وما شنو عم شنو ياخذها بادفع سعر او اصلا ما يشتري بس هم يشوفني انا لازق بالسعر مالتي لازم بالسعر
كلها 25 بيها مجال حسب ما ياخذها، لو ينقص 1000 دينار بس، لو اصلا ما ينقص، لو يشتريها لو ما يشتريها، بس بحالتين يعني بهالحاله راح ممكن يشتريها من عندي بالسعر اللي انا اريده. مو انقص لها 5000 وانقص لها 10000. وجربوا اصدقائي الفك شغله، حتى حسب الاكس بوكس 160 هم ما التزمت بسعر الاكس بوكس قبل هذا، ما التزمت بسعر اني بعته ب 125 وهذا بعته ب 145 اصدقائي. ها ما عندي جهازين كل شيء ما بيه اصدقائي، جهازين كل شيء ما بيه. ها فبصوره عامه السبب انه انا كيف ما التزمت بسعر، وحتى متابعيني قالوا التزم بسعر معين، اول ما يعجبه خليه يعجبه. ها فالمهم يعني هو اسعار اصدقائي قلت له باب الشرجي 190000، ما صدق روح اسال عليه 190000 بالمفرد وبالجمله 177 اسعار. هسه حاليا كلش غالي اسعاره، انا حسبت لك اياه 150 ما عاجبك ما تعرف، انا حسبت اياه 145 طبعا هذا ارخص. واحد من اشترى مني يدات وما شنو قال يد ما اشتغل ما ينفع اصلا اياه، رجع لي اياها ها ما اعرف بعد ما 360. فخلونا نرجع الموضوع اصدقائي، هذا الشخص اللي يجي لي مثلا يعامل، ها اكو ناس نوعيه ثانيه من اللي يسوون مني علي، ممكن يكون ممكن نوعيتين. النوعيه الثانيه هو ذول اللي الجواريني مثلا، ذول جوارين يجين يقولوا لي مثلا ترى احنا جوارينك نشتري من عندك احنا منفعيك فلان شيء. قبل 10 ايام جيت اخذت من عندك جزت لعبه ونزلت مرت لخ اللعبه مرت ونزلت لخ لعبه ما دافع لك بس 1000 دينار مثلا. ها فهذا الجواريني اللي يسوي مني واللي ما يدفع الفلوس، ها هاش يسوي بس اعرف. زين سؤال، انا المفروض اسوي من عندي لك من نية ليش؟ لان انا فوق ما مفتح مني قريب عليكم، فوق ما قاعد انزل لكم اسعار ارخص الاسعار، فوق ما تعبك بتروح مكان بعيد تركب كراوي وتخسر بالباب الشرجي، فوق ما فلان فانش فوق ما فلان شيء. ها يعني انا المفروض اسوي من نية عليهم مو ما يسوي من نية علي. يعني انا شخص مفتح قبال تخيل انا جوارينكم افتح بلايات واسوالف، انت ما تدوخ راسك واحد تروح مسافه بعيده، المفروض انت تشكرني مو انا اشكرك. ها اشكرك رحم الله والديك لين بيتكم قريب علينا عم تشتري من عندي. انا اقول المفروض تقول رحم الله، اكو هاي ناس يجوني للمحل يقول رحم الله والديك انت قريب علينا، لان كان اضطر اروح المكتب الاكس بوكس بشارع عدن شي وديني الى فلان او اروح الباب الشرجك. واحد حتى قال لي كان تروح الباب الشرجي يلا نزل العاب بلاي 4، ما كنا انا اقول العاب بلاي 4 الا اروح الباب الشرجي. فيعني اصدقائي بصوره عامه، ها يعني انا المفروض يشكرون انا مفتحت ما قاعد اسوي من نية على الناس، بس بصوره عامه مو هم يسوون من نية علي كيف هم جاي يشترون من عندي. ها ثم انا ما جابر اي واحد يشتري من عندي، يعني اللي ما يعجبه يشتري خليه يشتري، انا ما جابر اي واحد اقول له اضطر الزباين. بصوره عامه دا احكي يعني حقيقه احكي، اللي ما يعجبه يشتري من عندي ليه يشتري، اللي ما يعجبه ما يشترك بقناتي ليه يشترك، اصلا انا ما جابر اي واحد. فانت عجبك القناه مالتي عجبك محتواها اشتركت، عجبك محل مالتي عجبك اسعاري اشتريت. واذا تقول لي فلان محل ارخص ليش اشتري من عندك، روح للفلان محل اللي انت تقول ارخص من عندي. ماكو فلان مثال حتى نقول صدقك فلان محل ارخص من عندي ينزل لعبه بهيك سعر، فلان محل يبيع ارخص من عندك انت مغرواني، فروح له ايش تدوخني، روح لذاك المحل هذا صديقي ينزل فيك سعر، روح لصديقك هذا ينزل فيك سعر، هاكو بنا الزباين يجون المحل، فانت ليش تدوخ راسك وياي هاي. فاذا ما رضيت باسعار ياكو محلات ميات المحلات روح لهم واسال على اسعار. ها فبصوره عامه هم سائلين على الاسعار وشايفين اسعار غاليه، بس يجون يمي بصوره عامه يشوفون السعر مناسب فيطمعون بالمزيد. ليش اصدقائي باب الشرجي، الباب الشرجي ما ينقصون مثلا، تخيل لما يروح الجاب باب الشرجي يلقاه ب 190 يشتري ب 190، صدقوني يشتري ب 190. ليش؟ لان كل المحلات نفس السعر وما حد ما ينقص فلس، فيضطر يشتري بعد تعبان وجاي الباب الشرجي. ها بس ما يجي يمي مترحي بيتهم قريب علي ها فمترحي على راحته يجي لي اي وقت يعجبه، فبذاك الوقت يقوم يتعنطز ويقوم يقول ايده ب 150، لا ايده ب 130، لا ايده ب 110، ايده ب 50000، ايده ب 10000. ها بيتنا قريب واحنا عوالم فلان شيء واحنا ما عندنا فلوس واحنا اسان شيء، لا ما عندكم فلوس، ما عندك فلوس تشتري بلايات. اكو واحد ما عنده فلوس يحتار بعيشته هو مو يجي يشتري اكس بوكس او بلاي او هالسوالف. او اشوف واحد ما عنده فلوس يشتري اكس بوكس، ما عنده فلوس يشتري بلاي 5، زين شلون ما عندك فلوس تشتري بلاي 5؟ وزع عرف نون اسال انا ابو محل ما عندي فلوس تشتري بلاي 5، انا كابو محل شلون انت تشتري بلاي 5 وتقول لي ما عندي فلوس؟ ها بدل يعني شيء متناقض، انت غير تحير بعيشه عيشتك عيش جهالك عيشة. يعني جاب ما عنده فلوس، ما عنده فلوس اكل بيها مجال، واحد ما عنده فلوس ياكل،
بس ما عندها فلوس تشتري بلاي، ما اعرف هاي جديده هاي بعد. ها بلاي مو ضروري من ضروريات الحياه، يعني اذا ما تشتري تموت. ها ماء والهواء والطعام والبلاي ستيشن، يعني ما سامع بها البلاي ستيشن شيء جديد. يجوز عالم من العلماء ضاف هاي البلاي ستيشن من ضمن قاموس ال يسموه الحياه. اذا واحد ما يلعب بلاي ستيشن، بلاي ستيشن يعني التلفزيون عندك، انترنت عندك، اكس بوكس يسموه، فلوس عندك، اقراص تشتري، يدات هاي، يعني بعد شنو تقول لي ما عندي فلوس؟ ها؟ واذا تقول فلوسي قليله اشتري، اذا جابرك تشتري، اشتري بلاي 2، اشتري بلاي 1، اشتري اي شيء. انت فلوسك ما عندك فلوس تشتري بلاي 4 مثلا، مثلا تقول لي ما عندي فلوس تشتري بلاي 4، اي جمع واشتري، واذا ما عندك فلوس تشتري بلاي 4 اشتري بلاي 3، اشتري بلاي 2 على قد فلوسك، لا تشتري يعني جهاز تحمل نفسك طاقه اكثر من لازمها يعني. ها؟ ما يعني ما داعي استاذن من الناس او شيء، بدي احكيك بصوره عامه، بس انا ما عندي بلاي 5. هو يعني ما ادري شنو اكسر البلاي 4 مالتي؟ لا هاي انتظر الان ربع عمي يرزقني وبلاي 5 يصير مهكر ذاك الوقت اشتري، ما اشتري كي اصلا ما يفيدني كي اصلا. فبصوره عامه يعني مو اجي يعني بصوره عامه ابوس كشخص انا احكي لك، اذا ما عنده فلوس يشتري جهاز، خلي يشتري جهاز على الاقل عنده كل الحلوات، بلاي 3، اكس بوكس، بلاي 4، اي جهاز حلو، هسه بلاي 2، هسه عندي بلاي 2 لا تريدون البيع عندي هسه حالي، اكس بوكس كلاسيك عندي. حاليا وبلاي 3 فاتح يجي لي هم. ها فهاي الاجهزه حاليا اللي عندي يا اصدقائي. لا تنسوا الاشتراك بالقناه واعذروني خضوجتكم الوطنيه كل ضوجتني بارحه 15 مره سجل هذا المقطع ويطفوا عليه. يا بارش بيهم بدار حتى ما قالوا لا ما خلوا لا اقعد ما قالوا لك شيء. ها ف كل ما اذا شغل التلفزيون حتى فيديو مبث مباشر مع حسين السادري كان يحكي على واحد ويا مازن ما شنو اهم خلاني اكمله بالصوره عامه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات.